السلام عليكم. إلا ديتون عمر صلحي من مدينة أكادير، من مواليد دوار تاع الدار الشتوكائي تبعها، عاشق للفن، الفن التشكيلي، زعما الرسم لي بورتري، الرسم بصفة عامة. الفن هاديكا زعما الرسم، رسم لي بورتري، المهم من نوع الحوايج، إلا الرسم إلا الفن التشكيلي بصفة عامة. بالنسبة للماتيريال اللي نستخدم، الصراحة لبعض الماتيريال وليت لي غير حيت ما زرت نحل المغرب وركزت لي اضطرت نوي حبر المغرب، اريت الماتيريال اللي غلا شوية، ولكن انسكار غير كدغي كدا نقضوا الغرض في الطبخ. بالنسبه للفن الزغمان الزداري، يمكن الرسم، المهم اي حاجه تعلق الرسم الزداري، يعاوني الوالدين ينود اسي اي شجع نحلول، اما يمكن اي صغان زعما الادوات كلشي ما استخدم حلول صافي، ميكسي مي كتزاد حل الموهبه نطور حل الرسم صافي، ميكسي مي كتحل لك النيفويات. بالنسبه للرسم الساعه تقدر تبازح بزاف في لي بورتري، رسم الوجوه ديال بنادم ما تقدر تسامح الوجه من بنادم، المهم الى انت المسائل نيزو الطبيعه زود الحيوانات كلشي الخير. بالنسبه للي بورتري الحمد لله الساعه تقدر سكره قيس، واخا رقراح سكره قيس تانتا المهنة لقيس قيس تاني نطنز لقمة العيش، سكره خدم حد بتوقت الفنانين لي زارتيست كدا حسن لي طابلونس، حجود الفنانة سعيدة شرف، الفنان بدر سلطان، رشيد علالي، المهم الا من نود الفنانين خدم حديثنا الا اللعابة نذكرت زود يحيى جبران، بديع اوك، الا وليد ازارو، المهم كلشي غويد تعامل حديثنا الا من توقت الفنانين يظن. ايوا في حد الحمد لله الاثنين هذا حيت شجعان لاباجر تاع قلاي ميكسيميك، سكرنا سباين ناه سكرنا يمكن الشهرة. بالنسبه للميدانات ان شاء الله نتمنى حد الحكران الاستاذ الفن التشكيلي ولا انفتوس صبرانت ما زرت علاش لا نفهم مزيان حد الخيرات.
الرساله اينو ارتيني حي الدراري بعدا اللي بحرب داني الحلفان اتكمل هاتي ارتيني بعد ميد اريتيني نو كي بحرب ديحو ورسنح او علاش هاتي حتى كي نحل الاول هاتي كي حتين زعما ورسنح والو صافي ميكسي ميك مع المده درت زيت ورات واخا تحس سميتو هاتي اتزيتني بوي ميكسي ميك هاتي حتى ريت المسائل التقديمين زرت ويل جهتي راه كيتبان الفرق شويه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناه ريمال تي في.